السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه شياسكا اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. حصريا كما راكم تشوفوا جريده اليوم لنهار هذا الصباح كومبيتيسيون معروفه يعني وغنيه عن التعريف كذلك، توجه اسهم الانتقاد ضد حمدي يعني مدرب ميلود حمدي مدرب شبيبة القبائل بسبب خياراته التكتيكية وخيارات اللاعبين يعني. وكما راكم تشوفوا حمدي قال لك واش هضر في الجريدة تاع الكومبيتيسيون، قال لهم الحكم أثر على نتيجة المباراة وكلنا على بالنا باللي صح، على بالنا باللي الحكم غير نتيجة المباراة. حمدي قال لك لا نخشى أي فريق في الربع النهائي، يعني ما كان حتى فريق بإذن الله راح تخشاه شبيبة القبائل، وشبيبة القبائل تحول أنظارها إلى البطولة الوطنية. كما راكم تشوفوا آدم ورجم وسمايلاي جيتش يعني راهم منتظران أساسيا ضد شلغوم العيد، يعني الكل راهو ينتظر في آدم ورجم وسمايلاي جيتش يعني سمير سمايلاي جيتش منتظران أساسيا ضد شلغوم العيد بإذن الله في المباراة الوطنية وفي البطولة الوطنية اللي نتمنى إن شاء الله العودة فيها لشبيبة القبائل وتكون عودة بإذن الله بقوة. لايك على الفيديو، بارتاجيو هذا الفيديو، أبوني في القناة وخليونا الآراء تاعكم في التعليقات.